راجل عظيم، أنا 48 سنة عشرة، ما عندي وش نقول فيه. أب مثالي، جوز مثالي، يحب فاميلته ويحب ولاده ويحب حفظانه، يحب الجمهور تاعو. ما عندي وش نقول فيه، عشنا حياة ما عندي وش نقول فيه، عشنا عيشة تاع ملوك، كان لاباس. وبعد تطورت الحوايج، المرض تاعو لازم ديناه للسبيطار، وبعد ربي قدر هذا الشيء هذا كله. مرحبا مرحبا بتاع ربي. صعيبة 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 صعيبة، ما نجمش نذكر. الله هي ربي يكون في الجنة إن شاء الله، ربي يقبل منا دعاء، وربي يعيش لوليداته، وإن شاء الله ربي يقدر لي باش نكمل الطريق هذا.